قال وأخرج عن ابن مسعود أنه قال أيها الناس، ابن مسعود من؟ الصحابي الجليل، يقول أيها الناس. من الناس الذي يخاطبهم بابن مسعود؟ التابعين. يخاطب قسما من الصحابة وقسما من التابعين، يعني أيه هو يخاطب في زمن الخيرية وأهل الخيرية. قال أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع. أنت الآن متاح لك أن تحضر درس فيه علم، سيأتي وقت لن تجد من يعلمك ولن تجد هذا العلم، ثم تقول يا ليتني تعلمت. قبل أن يرفع، فإن من رفعه أن يقبض أصحابه. أن يقبض من؟ أهل العلم. فبسهولة نسمع الآن كل فترة عن أحد العلماء مات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من أصعب ما نسمع في هذا الزمان، وهو موت العلماء. قال وإياكم والتبدع والتنطع. تبدع ارتكاب البدع، والتنطع ما معنى التنطع؟ نعم، أن تنسب إلى الدين ما ليس منه وتتقرب إلى الله عز وجل به، فتقول لا أكل البطاطا. ليه؟ أتقرب إلى الله لا أكل البطاطا، هذا ليس من الدين، هذا تنطع. البطاطا مباحة، ولم يقل أحد من أهل العلم أن البطاطا حرام ولا فيها شبهة، يعني ما فيه. طيب لا أكل البندورة. لما لا تأكل البندورة ولا البندورة؟ قال تقربا إلى الله، هذا تمطع، نسبت إلى الدين ما ليس منه. وهكذا في أمثلة كثيرة، هذا معنى التنطع. أما في هذا الزمان فبعض الناس يسمي صاحب الاستقامة أنه عنده تنطع. صاحب الاستقامة قال يا أخي خمس صلوات رايح لي على الجامع، الله أكبر يا زلمة، طب يا أخي الحمد لله، هذا تنطع؟ لا، هذا استقامة. كم عمرك؟ والله 25 سنة. وليش معبي وجهك شعر ولحية وهذا وإشي؟ أنت شاب في عز شبابك يا رجل تطلق لحيتك؟ هذا تنطع. لا يا أخي، هذه استقامة بفضل الله عز وجل علي. تفضل يا أبو الشباب، الله وسعوا له، وسع أبو أبو صهيب، وسع له أبو صهيب، وسع له. فإذا هذا معنى التنطع. وعليكم بالعتيق. إيش العتيق؟ ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد تركوه وراء ظهورهم. شو الضابط؟ الدليل، السنة. أما العقليات فعقلك قد يكون أقوى من عقلي فتغلبني. ومن قال لك إني أنا إينشتاين ولا نيوتن؟ هؤلاء العلماء الدنيويين. أنا طالب علم، طالب نجاة، أنا مستمسك بالسنة. عقلي لا يجاري عقلك أيها الدنيوي، فبالتالي لا أناقشك عقليا. قال ممكن تناقشني عقليا؟ لا، ما بناقشك عقليا، نحن نتناقش في اتباع السنة، فالسنة هي حكم على عقلي وعقلك، فبهذا تكون النجاة.